محمد عمور، رئيس الجمعية الفاسية لفنون الشارع. كما كتلاحظوا طبعا في الدورة الثانية لملتقى جدارية سايس اللي كتنظمه طبعا المقاطعة بشراكة مع عدة فنانين وجمعيات، كذلك جمعيات المجتمع المدني اللي حاضرة معنا كذلك خلال التظاهرة لمدة ديالها 10 أيام. طبعا كما كتلاحظوا بالنسبة للافخاسك أو للجدارية الخاصة بنا، فهي أكبر جدارية، المساحة ديالها حوالي 25 متر. طبعا إدماج التراث وكذلك التنمية والإبداع اللي هو شعار هذه الدورة الثانية من ملتقى جدارية سايس. كما كتلاحظوا معايا كاين طبعا في الجهة اليمنى الطرب الأندلسي والثقافة الفاسية، وكذلك حاولت انني في هذا الافخاسك هذه انني نحافظ على التراث الفاسي الاصيل، يعني من ناحيه اللباس، من ناحيه الشخصيات، من ناحيه كذلك واحد المونيمون اللي هو باب بوجلود. وطبعا كما كتلاحظوا ان لي بورتري او هاد لي بورتري هادو اللي كيغلبوا على لو شون فيزويل ديال الافخاسك، حاولت انني نلعب على لي بورتري اكثر من لي مونيمون. وطبعا لي بورتري مع لي كوستيم اللي هما تيبرزوا طبعا الشخصيه والهويه الفاسيه. وكما هو يعني في شعار الدورة حاولنا أننا نلتزم شوية، رغم أن الفنان صعب شي شوية أنه يلتزم بلو تيم أو بهذا. وطبعا كنتمنى أن السكينة وكذلك التلاميذ أنهم يحافظوا على هاد الجداريات، لأن طبعا كترمز بزاف ديال المعاناة ديال الفنان اللي كيقوم بهاد الشيء. هذا راه ماشي سهل، يعني وكاينه ظروف يعني قاسية، الشمس، البرد، ألوغ شحال من حاجة. كنتمناو أن اللي ما عاش معنا هاد المرحلة هذه أو اللي ما عاش معنا هاد الدورة أنه يعيش معنا الدورات القادمة إن شاء الله، باش تحاول يكون احتكاك مع الفنان الفاسي. وكما كنعرفوا أن مدينة فاس كتسخر بزاف ديال الطاقات وبزاف ديال الفنانين التشكيليين اللي هما طبعا كيكونوا بعد اللحظات أنهم مهمولين وما عندهمش إمكانية أنهم يفجروا الطاقات ديالهم الإبداعية والفنية. ألوغ كنشكروا كذلك مقاطعة سايس اللي كتبرز ودائما هي معطاءة وكتحاول أنها تقرب المواطن ما امكن بجماليه. وكما كتشوفوا هذا هو العمل ديالنا، مازالنا يومين وكنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن السكينه وديال ديال المتلقي كافه.